فقط. هذه قوة ديال زبون الدراجة، ما كاينش عنده شي ولاءات ديال شي شخص أو لأي واحد، كما قلنا عنده الولاء ديالو الفريق ديالو هو الأول والأخير. لذا بغينا نقولوا بأنه أقلنا ونشوفوا المنظومة القدام وما نبقاوش نبكيو على الأطلال والمشاكل، لأن الكل راه عارفين وكل رأي جا وكيفاش تحارب وشكون نحاربوا، لأن نفس الشخص كيحارب الرؤساء كاملين، لأن ولات هذه الدراجة هي وبعض الصفحات بان ملك ديالهم ماشي ملك الغير، بالعكس الرجاء فريق ديال الشعب، فريق اللي واحد الارث مادي ولا مادي، رجاء ديال الجامع ديال كل الرجاويين، ماشي ديال حسبان ولا زيد ولا عمر. انا اكل الاحترام لكل الاخوان اللي مرشحين ومنافسه شريفه، واذا كان هذا البرنامج اللي تنقول لكم انا اللي غنعطيكم خصوص العريضه ديالها المتعلقه في واحد اربعه ديال النقاط، لان هاد الناس اللي قلت لكم اسمح لي اللي جبنا ديال فريق العمل خديناهم عن ماشي غير حيت كنتمي وكما قلت لكم قبيله لهذا الفريق ولا هذا الجروب ولا هذا الجروب، خديتهم على حسب الكفاءات والاختصاص، بعيدين على كل بعد على هذه الامور. وجدي بغيفي على اساس بان غيكون دو غوطاج، بغينا نخدموا وبغينا لكم تحميوا هاد الناس اللي تحماوا في هاد الامور، لان الكل راه ما غيبقاش يبغي يسير. هاد الناس جبناهم اللي الهدف ديالهم هو لدين رجاء، ما جبناش غرباء على الرجاء، جبنا الناس اللي في الرجاء وكيحبوا الرجاء وولاد الرجاء وكي على ما اظن الى ودوس ما كاين حتى شي واحد تسير فيها، الى ما خاتنيش الذاكره يمكن حتى شي واحد، كلهم ناس بغي يعطيو الكثير لهذا الفريق، بغينا نشجعهم وبغينا الكل يساهم، لا منكم انتم كما قلت لكم منظومه في هذا البرنامج ديالنا، لا المنخرطين في برنامج الفريق، لا الجمهور، لا الكل يساهم انجاح هذه العمليه. راه بينا حنا بواحد الدوليه ما كاينش نساهم، ما كاينش نزيدوا، خاص يكون الا ما كانش هذه الظروف ونطلب الله بان ما توقعش هذه المسائل وتبلوكي هذه العمليه. وهاد الناس قسمت هذا فريق العمل اللي سميته انا دريم تيم. فريق العمل الاول غيقوم بلا جيستيون ديال لا جيستيون كوتيديان ديال الفرقه، يعني الفريق الاول الى غير ذلك، واعطاء حلول لهذا المخطط الاستعجالي المتعلق بوقف النزيف. الفريق الثاني سيم سيلول دو ريفليكسيون، فيها ناس مسؤولين كبار والناس على اساس جلب اموال كبيره سواء من الدوله او لا من المؤسسات العموميه، ما نقولوش الدوله، لان تلك الدوله تتخلق شويه ورجعت تلك بان النهار قلت لكم يجوا تدخل الدوله رد الدوله هي اللي فكت الرجاء وبحجه وبدليل، ما تقبلوهاش الناس في العام الاول حتى من بعد بانت بان شكون اللي حل الازمه، الجمهور ديالها كرقم واحد والدوله في اطار المؤسسات ديالها. وهاد الناس غيخدموا على جلب استثمارات وجلب امور اللي غتعطي واحد القفزه نوعيه للفريق. المخطط الاخر مخصص بما هو تقني، تقني اللي غيكونوا ذوي الاختصاص، خصنا نحلوا هذيك الاكاديمي ونرجعوا للتكوين، لان راس مال الفريق راه هو التكوين. الاخوان الامس القريب كيبان لي شباب كاين ناس قيدومين، الامس القريب كان الرجاء مشتل المواهب الرياضيه، كنمشيو نديرو غوسوسمون عند فرق بريمير ديفيزيون ولا دوزيام ديفيزيون، كتلقى ما كاينش كل فرقه عندها واحد جوج لعابه ديال الرجاء. الان ما بقاش، ولاو ولاد الرجاء كيهاجروا قبل، ما بقاوش الظروف في غيسكروا ديك المواهب ديالهم. وكيمشيو يلعبوا فرق اخرين وكيجيو نعطيو مثال واحد بسيط بما نعملو وكاين امثله كثيره، لو في الزرهوني ولد الراجا ما بقاش فين يبشا من الراجا، وليتي كتشري فلوس باش تجيبو تلعبو في الراجا، فهمتيني؟ هذه امثله كثيره، ماشي انا نفضل هذه المواهب ونرجعوا للتكوين ونرجعوا للتكون في هذا المخطط ديال البرنامج ديال الشق التقني، بانه نفتحوا الاكاديمي ونفتحوا الانفتاح على المحيط ديال الراجا فيما يخرج جلد مواهب من 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 من, من افريقيا وصقلها هنايا، وتكون هما هذاك المنتوج اللي تقدر تستافد منه انت وتقدر تبيعه ويكون مدخول لهذه الامور. وهذه كلها ضروري خصها تكون عندها اداره تقنيه بمعنى الكلمه، ما نقولوش اداره تقنيه باش نبيعوا بالوان، نقولوا اداره تقنيه غير على الوراق، خصها تكون اداره تقنيه يكون مدير ريالي، مدير ريالي اللي غيهيئ الظروف ويكون على الترميديان ما بين هذا المشتل ديال التكوين والفريق الاول، لان هذه هي الامور اللي تكون المدرسه وترجع للبصمه ديال الفريق. انا الان كنسمع بانه
كاين مواهب كيبداو في الرجاء كتتصاور معنا تلقاو شي اكاديميه. علاش ما يبقاوش فرصه؟ لان ما لقاوش الظروف وكاين الباب مفتوح على مصراعيه. لان باش نقول لكم مشكل الاداره الرجاء بان الرجاء بحال شي اكواريوم. وبالله عليكم الكونترا ديال الجوار كتلقى في عالم ازرق. الكونترا سي ان كونترا عقد عمل ما بين النادي وما بين الفريق وما بين اللاعب اللي خاصها تكون من الاسرار المهمه كتلقى منشور في العالم الازرق كيدور كونترا ديال الجوار ولا هذه الامور اللي صعيب تكون تجاوزها. اصبحت لان الا ما كانش تحسن المكان ديالك ودير الاصول الصحيحه وتقول عن الاورغانيغرام راه ما يمكنش نزيدوا لان ما هو اداري ما هو تقني مرتبط. راه ممكن تكون اداره تقنيه كبيره وتكون مدير رياضي وتكون اداره ديال التدبير الاداري ضعيفه وتكون الامور تتعطل بين هذه المكونات كلها. وهذا واحد الشونتي اللي صعيب بزاف خاصو وقت كبير وعدم نجاح هذه الامور في الرجاء لانه ما تتكون استقراريه سيريه. نديروا هاد 10 سنوات الاخر الرئيس القوي اللي كيبقى عامين عام وخمس شهور ست شهور ثمان شهور كيمشي. المداخيل ديال الجمهور، ولكن هذا الجمهور ينادي ويطالب بعدم قبوله للمرشحين. كانت بلاغات لالترا ديال الجمهور اللي كنعتبروا ممثل الجمهور ولو انها ما كتمثلش بواحد الشكل كبير، ولكن تطالب يعني بعدم قبول ترشيح المرشحين اللي كاينين الان. كيفاش غتقابلوا انتم هذه المساله؟ وكاين الحاح من الشارع الرجوي على انه ما قابلش المرشحين بجوج. جاوب سعيد. يلا سير سير. انا معاك انا مع 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 هذا البلاغ اللي تقاعد. شوف الصبح الله عليك يا ماشي صافي من دابا طلعي انا السي طلال مع هذا البلاغ مستعد نتمثلو نعرفو لانه الى مشينا في هذا التوجه ديال فاش نقولو تضارب الاختصاصات هاد الناس ما كاينينش ياك الرئيس غادي بحالاتو ياك هاد الرئيس مي غنجيبوه منظومه المخالف ما خرجت حتى شي واحد نخليو فراغ نعطيهم هما يسيروها انا ما عنديش مشكل نلقاو حل باش نحلو هاد المشكل الى هذا السيد ولا هذا العضو المرشح الاخر ما تقبلش اعطيونا البديل اعطيونا ملي غنجيبو هاد الشخص اللي غيسير الفريق لان هذاك الدكتور الناس ما باش نهضر معاك تقول لك انا في اللوائح في اللوائح الناس كتقول تقول لك انا معاك ولكن تدير اللائحه ديالك عاد ندخل معاك انا تكوفتيني من بعد تيلم داك الضغط ديال الامور اللي خلى هاد الامور راه كما قلت لك بان الجمهور مهم جدا في المنظومه وحنا عندنا في البرنامج ديالنا الان فيما يخص هذا واحد الشق لان الاخوان اللي غنعلنوا على اللائحه مع المخالفين غيكون واحد الشخص في المكتب اللي عنده هاد لو فولي ديال مود دو جيستيون جديد اللي غندخلوا فيها حتى الجمهور يسير معنا ولكن في اطار واحد المنظومه واحد المود دو جيستيون اللي معقلا وقانوني اما دابا باش تقول لي لا والاخر لا اعطيني البديل شكون غيكون عندنا لو 26 رئيس غادي بحالاته عندنا دومي فينال ديال لاكوب دي ترون هذا رجعوا للجنة لجنا ما بقاش هذا الشيء اصبحت الامود كادوك فهمتيني ولا لا لان اللجنه المؤقته غتجي وتقول لك انا غنسول انا جيت غنضر واحد الظرف الامور وبقينا في هذا الدومين تقول لك بان هذه المساله وهاد الناس اللي جاوا جوج راه زعما على ما اظن راه كاين عندنا واحد الجرأه كبيره باش تجي تعاود تاخذ هذا الفريق في هذه الظروف انا تفهم هاد الناس ولكن اعطيني البديل اشنو بغيت البديل شكون هاد الناس احنا مساعدين الا كان شي واحد ان ترونف جايب ماله كل شيء راه نهزو فوق راسي ندخلو انا ولا عطيه فيك ماشي ضروري نجي ناخذ ولكن تخلي فرق قانوني من اجل هاد الامور راه سمحت راه كاين جماهير عريضه اخرى اللي ما دخلتش في هذه المنظومه
فهمتيني ولا لا؟ اللي باغا وكاين الناس اللي تيحبوا الفرق ومش كاينين في اغلبيه صامته. شكرا. سعيد كنت شعيب على الاسم وصيفه. سي سعيد كاين واحد كنعرفوا بان حنا متبعين الجمهور العام ديال الرجاء ملي كانوا كيصوتوا في اللاعبين. حاليا كنعرفوا بان هو الماليه باقي موجوده هي وكانت عندك الشجاعه انك ترسل هذه الارقام المرعبه اللي هزات الراي العام الرجاوي. كنت اول من اثار هذه الارقام المهوله اللي هزات الشارع الرجاوي وفعلا تزكات سواء باللغه العربيه او الفرنسيه ولكن تزكات من بعد. شنو هي الاستراتيجيه اللي غادي انت تواجه بها هذا الفراغ المالي المهول اللي كاين في الرجاء؟ ولا سيما ان كاين واحد العقود ديال اللاعبين اللي غادي تنتهي، بمعنى ان الرجاء لن تعيش على مستوى الفراغ المالي فقط بل ستعيش على مستوى فراغ اللاعبين. وانا اعي ما اقول لان هناك واحد مجموعه ديال اللاعبين اللي ما عندوش استعداد باش يكملوا في الرجاء بفعل الظروف الماليه. انا غنربط السؤال ربط الكلام ديالك مع الكلام ديال اخي وزميلي مصطفى طلال. هذا الجمهور يعني كيفاش غتعاملوا نتوما مع البلاغات وبالتالي السيناريو المتوقع من خلال التجربه اللي عارفينا السيناريو المرتقب هو ان هاد المنخرطين ما باغيين لا انت لا بودريقه المنخرطين كيقولوا انا كنقول لك انا كنقول الاخر والشارع الرياضي نفس العمليه. كنتمنى ان يكونوا خاطئين هاد الناس لان الرجاء ليست بحاجه الى فراغ ثاني فراغ سيري. فكنتمنى انكم تواجهوا الامر برابطه الجأش وشكرا. شكرا. غير شايف كان سؤال ديال جري جدا فيما يخص الشق الاول المتعلق بانه المسائل السيريه ياك وربطتيه بانه هناك رفض من طرف الجماهير. لان انا نقول لك كمسؤول وكباكر طموح ديال الجمهور كبير ومن حقه ونحترمه ونحترمه كثير، ولكن الاكراهات ديال الرجل السير صعيبه. انت جبتيها في خلال المداخله ديالك بانه كاين واحد الفراغ مالي كبير اللي خصنا نلقاو ليه الظروف ديالو. الى الان تنقول لك انا وقلتي انت من طرف المنخرطين برنامج الفريق بقى بينك، علاش هذا برنامج الفريق ما خرجش مرشح؟ انا تنتظر علاش برنامج الفريق الان عندنا يكون عندنا نقاشات الى غدا؟ هذه امور جانبيه على لا اظن بان شي رجاوي في هذه الظروف غيخلي واحد الفراغ من اجل الفرقه. تنقول لك راه المساله طموح كبير لان الجمهور هو حاميه هو المسؤول عليها هو كل شيء، ولكن راه الطموح كتواجهها الاكراهات السيريه اليوميه. انا نمشي معك بعيد لان واحد الامور نذكرك بها بعثرت كنت اللعاب كتتوافق مع اللعابه بانها تعطيهم لي برينسياسيون كيدخلوا الفلوس كتسيني لور دو ميرو كيطيح لك حجز كيحبس لك لي كونت حبس لك كل شيء ويحبس لك العجله ما تدورش. تتولي عندك اولويه في الترفيه واش تتولي خايف لان اللعابه كاينين تاوبليجي تغطي هذاك الخصاص ديال ذاك الحكم ولا الحجز اللي غيجي او ميم طون كيولي الروتار عند اللعابه. هذه الامور سيتي جيمناستيك اللي صعيبه وصعيبه جدا فهمتي ولا لا؟ صعيبه وصعيبه جدا. وهاد التراكمات ديال الفلوس راه الان كما كان كما قلت لكم قبيله ملي كتقول لي جيب لي لعابه منتظر كنجيب لك لعابه ب 4 5 مليون ديال الدرهم 3 مليون ديال الدرهم. وهاد اللعاب كنوصلوا يمكن النتائج ما تستعفوش يمكن المنظومه ما كتستعفوش وكيمكن لك ما نديرو والو ما ندخلوش حتى في الطابلو ديال الكاليفيكاسيون ديال واحد جوج ثلاثه ما نكونوش ياك. وهذاك اللعاب غدا اللي شفتو 4 5 مليون ما تعطاكش النتيجه وغيدخل ليتيج وغيولي تقلل لك الكاهل ديال الميزانيه وكتبقى تدور في واحد الدوامه اللي كاين. انا تنقول الا كانوا هاد الناس عندهم رئيس وعندهم حل وعندهم سيناريو جديد انا راه الاشاره راه ماشي جاي باش نتخبى في الرجاء عندي مشاكل بغيت نتخبى فيها او لا عندي امور اخرى باش نجي نستافد منها ولا ندير منها امور اخرى. انا بعيد كل بعد على هاد الامور. وانا الان نقدر نقول لك انا من غدا نعيط للاخوان ونقول لهم هاد السويتات ما عندي حتى مشكل لان ملي كنجي ملي كنحس وقتاش كنجي
ملي كانوا ثلاثه مرشحين مرشحين ما رشحش نفسي حيت ما كاينش فراغ كان يجي فوق الفراغ على اساس ما نخليش كغيره يمكن انا غنكون رجوي كثير ولكن كاين رجل اكثر مني تراجوي فيها لانني انا ولد الفرقه اللي عدت فيها وعندي ليسونس فيها وكبر الصوت منها ما جيتش انا داخل عليها وسير في عده مكاتب ديالها ماشي جيت وتحطيت في الرجاء ولا غريب عليها هذه كلها امور اللي مهمه جدا قلت لك ممكن تكون يعني الجواب بشكل مباشر جاء في سياق الكلام ديالك ان هناك شخص واحد حارب جميع رؤساء الرجاء هذا الشخص بغينا نعرفوا شكون هو سموا الاشياء بمسمياتها ايضا سبق لك تحدثتي في وقت سابق على انه كان غيجي غير رئيس زيرو درهم اللهم سعيد حسبان واش ترشح ليا لك دابا داخل هذا الاطار ديال زيرو درهم ام ان هناك مشروع يعني مالي كتقودوا هذه اللائحه لانك تكلمتي على انه الرجاء سينافس على الالقاب وغتكون ايضا انتدابات بالنسبه للمرحله المقبله علما ان هناك يعني المنع وهناك تقريبا واحد الرقم ديال 8 مليار فكيفاش غيتم العمليه ديال رفع هذا المنع والنقطه الاخيره هو كنعرفوا يعني السياق اللي غادرتي به فريق الرجاء نتذكروا نهائي كاس العرش اذا كانت شعارات ديال الجمهور في الملعب والفريق متواجد في المقبره وما الى ذلك شنو اللي خلى سعيد حسبان رغم هادشي كامل باغي يرجع للسير فريق الرجاء والقياده ديالو شكرا لكم هو فريق الرجاء هو واحد البرنامج كان عملته وبدينا غاديين فيه مع الوقت صح بان هذاك البرنامج كان صحيح هو داك الانتدابات اللي عملناها باش تنكوز هذيك الماليه ديال الدوله اللي نقصنا منها كتله الاجور الى غير ذلك نظرا لظروفنا الكل كيعرفها الكل معروف هاد السنوات العشر الاخيره شكون يخلال راه دخلت غير الفيديو كتكون كرئيس كيمشي كيقول لك فلان دار لي ودار لي ودار لي هذه الامور كلها واضحه فيما يخص زيرو درهم استاذ بانه تقالت واحد الكونتكست وتحيدات من علاش اسباب النزول ديال زيرو درهم لانه ديك الساعه كان التضاربات وداروا واحد لابيتيسيون بانه يجيبوا رئيس وهذا الرئيس ما عندوش ضمانات ما عنده حتى شي حاجه ما عنده حتى شي حاجه هذا الرئيس اللي غيجي تنقول له انا هذا الرئيس غدا انا مقبل نخلص 35 مليون دو درهم يجيب لنا 20 مليون دو درهم انا ندير ليه الجمع العام ونحطو ولكن باش نمشي ونخليه لا لان تنقولوا بافتخار على ما اظن الرؤساء جاو حتى كاين الرؤساء اللي ما عطاوش راه في عز الازمه عطيت انا شيكات من المالي الخاص لان اللعابه ما بقاوش تيثيقوا في لي شيك ديال الرجاء في لي فيديشن ديال الرجاء قال لك الشخص ديالك انت بغينا الشيكات ديالك شخصيا 13 مليون ديال الدرهم مليار و300 راه ما كاينش زيرو درهم راه كاين فلوس كثيره اللي بغينا نهضروا عليها يوميا راه كاين زيدان والتاريخ شاهد مع السي قيس اللي كان في المسجد بان الفئات السنيه الصغيره من نهار تخط رئيس انا اللي كنت نصرف عليها كنعطي الشيك ديالي بيرسونيل كيجي تيري سوا تيجي عندي المكتب ديالي سوا تيجي عندي الدار مع تسعود زيدان ونكلم اي واحد مشى عند زيدان ويقول لك واحد كذب ويقول لك الرئيس كذب ماشي با زيدان 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 ماشي با زيدان لا زيدان 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 كياخذ الشيك ديالي الشخصي باش كيعطيه لهذاك السيد قيس باش لي زيكيب كومبيتيتيف صغار كيلعبوا وما خديش هذوك الفلوس وما عمري قلت انا عطيت ولا ما عطيت لان هذا حب الفريق الرجاء اما المشكل ديال هاد الامور عندنا برنامج عندنا بيزنس بلان اللي فيه ارقام فيه ارقام اللي كاينه فلوس جاهزه اللي غنبداو فيها فهمتيني وغنبرمجوها فيما يخص الامور ما تنسيبوش بان حنا راه جايبين الناس غندخلهم غيعطيونا الفلوس سوف سويف اذا كان اي منافس عنده الناس عاطين فلوس يحطوا هاد الفلوس انا انسحب وما نبيعش الوهم هذا هو الامور اللي ما بغيتش نبيع الوهم الناس ونقول راه كاينين والناس مورانا ويجي مورانا ومن بعد هاد الناس هما اللي غيعطيو الفلوس وحنا هاد الامور هنا كنبيعوا الوهم وعلى ما اظن المكونات لا ديال الجمهور لا ديال المنظومه ديال الرجاء المكونات ديالها كامله غينزخوا في هاد الامور في هذا المشروع ديالك تحدثتي على واحد الصراع ثنائي مع طرف اخر مرشح اخر سيدخل صراع الرئاسه وكيف ما كتعرف الان امور وضحات من يوم امس كاين محمد بوريقه سي سعيد حسبان هما اللي كيترشحوا لنادي الرجاء الرياضي هذا تسوي في ملف اخر كيف ما كتقول دوله الحق والقانون رئاسه الرجاء اي شخص عنده الحريه يدخل
يمكن الرساله ديالو وضحات. لا مثلا والله ما فهمتش. يعني واحد شي سويفت ديالها، يعني اي رئيس اخر غيدير تحالفات على المنخرطين مع منخرطين اخرين هذا صراع ثنائي، هناك تحالفات في صالح فريق هذا الرجل. هذا هو المهم، يعني ولكن انت درتي ضرب ملف اخر، هذا يمكن الطريقه باش تحدثي درتي ضرب ملف اخر. السؤال الثاني هو جميع الامور اللي تحدثتي عليها، الرجاء هو الفريق الاول. الفريق الاول هو اللي كيدير الشغل كامل النجاح، يعني رغمه النجاح بجميع المشاريع وجميع الملايير، الفريق الاول ما يكونش شامبيون ما يكونش فيه شامبيون، يعني كتكون زعزع. وشفتي العزيز بغراوي في السنه الحاليه أموال طائله، الفريق الرجاء الخامسه كلشي تهدم. النظره ديالك للفريق الاول بالنسبه للمدير الكبير المدير الاول، وبالنسبه لبقيه اللاعبين، واش كاين هناك استمراريه ديال الاطار التقني وجلب لاعبين اخرين، ام انه اداره رياضيه اللي غتكون على سعيد الحسباني اللي غتكون مسؤوليه في المستقبل؟ شكرا. في بزاف الاسئله انا كنت الاخرين معنا بان فيما يخص هذا المدرب، احنا مقبلين على مقابله ديال نصف نهائي كاس العالم، وهذيك المقابلة ديال كاس العالم في النهائي ان شاء الله غنمشيو ليه، هما المقابلة اللي غتنقد السنة الرياضية ديال الفريق، واللعابة باقيين، يعني السنة الرياضية ما سالاش لاني سبورتيف، ما يمكنش عندي أنا نجي نتكلم على المدرب. كاين دابا الآن اللعابة بغيت نشكرهم على الجهودات ديالهم، وكنطلبهم بأنهم يجاهدوا أكثر باش يروحوا هاد كاس العالم، ونحلوا هاد المشكل ديال مشاركة الرجاء في إفريقيا. ما يمكنش الانسان يكون عاقل يقول لك انا غنمثل المدرب غدا ولا غدا. ثانيا انا بعيد عن المسائل التقنيه، انا غنجي مدير رياضي ومدير تقني على مستوى ما غنقولش السميه ديالو ولا نقول سميتو اللي غيتكلف بهذه العمليه، لان لا شفنا غير مؤخرا لو ديربي ديال دومي فينال شامبيونز ليغ ديال عاصل ديالو، كتلقى الرئيس في الكرسي الثالث اللور، وشكون اللي في الصوف الاماميه؟ المدير الرياضي الاختصاصات، فهمتيني ولا لا؟ كتلقى هذاك الرئيس ديال الانديه فين وداك لو شينوا اللي جالس في الكرسي الثالث الصف الثالث ماشي في الصف الاماميه، واللي جالس قدام المدير التقني والمدير الرياضي جالسين قدام هما اللي كيدير، هادو هما الامور اللي فيها. انا يمكن نمشي في مدير تدبيري في مدير التسيير ديال الامور، لانك رئيس مثلا ما هو تقني غيكون ذوي الاختصاص، ولكن بمشاوره ما تنقولش غنعطيو الكتاب بلوش باش يدير هاد الامور كلها. ثانيا استاذ انا احترم كل مرشح، انا ما عمرني قلت ماشي مرشح من القلب، انا قلت لك الطريقه انا باش عزلت اللائحه ديالي ما دخلتش فيها جبر الخواطر، ما كنتش على اللائحه الاخرى، اللائحه ديالي انا اللي عزلتها خديت فيها ذوي الاختصاص، وما بغيتش نرجع المنخرطين انا ديال التصويت تدافع سيادي، انا بغيت يكون ورق. انا تنطلب دابا منكم من الان، تنطلب انا فيس تو فيس مقارعه برامج، فهمتيني، ونحطوا الحصيله ديال كل واحد في دبيرو في هذه المرحله الراجعه، ونتناقشوا من اجل مصلحه الراجع. كان رشيد طوسي، كان جرموني، كان خياطي. اولا اش ممكن تجاوب الجمهور على لافير ديال فخير انت الوقت بلي انت راك لا ديبيسيون ديالو، وفي الاخر حبس الراجع في الكاف الاولى انه خطا بلاصوص. السؤال الثاني هو واش فكرتي في لاليز ديالك ولا واش طرحت سؤال ثاني؟ واش لاليز ديالك ممكن ان شي واحد يكون من المكسب البدراوي باش لاباساسيون تكون شويه سهله، لان كتقول بان ما عندك حتى شي اتصال بالرئيس، دونك ما عندك حتى شي اتصال بلي شيفر، دونك غادي تدخل على واحد الحاجه اللي ممكن تطلق مفاجات سورتو على حساب الاخر. شكرا. سي الشاني يمكنش لي نسعيك دو فوا، تعب دو فوا ياك، درت واحد لول دابو مرات عينيات، وقعت لي واحد الواقعة. أنا لا الآن أنا ملي كنقول لك أنا عندي برنامج، راه كنقول لك خصني ندخل ندير تشخيص هو هاد الأرقام اللي غناخد. أنا راه غنشوف سي الدراوي ماشي غنشوفو، لأن باقي ما قريتهاش لي شيفر ديالو، غنشوفو علاش غنجيو نسلمو نشربو قهوة. أنا بغيتو اتصلت بي على أساس يهيئ الارضيه اون فونكسيون دوك الارقام، اون فونكسيون المعطيات، ياك غنهيئوا البرنامج ديالنا الاستعجالي والبرنامج اللي غيكون على المدى المتوسط والبعيد. السؤال الاول هضرتي معايا على فخير وتكلمت انا وياك السي شادي شحال من مره ياك في هذا الموضوع وشرحتو لي. انا فخير ربحتو ابتدائيا وثانويا في الجامعه،
ربحته بالمعطيات الدفعات اللي عنده، لان لا ديميسيون ديالو حطها وكانت السنه الرياضيه مازال ما سالاتش، ما يمكنش ان انا نديرو من سالات السنه الرياضيه في اخر الموسم جامع المكسب وقرر بان السيد احنا قابلين لا ديميسيون ديالو. ثانيا اعطينا المعطيات اللي ما ندخلش في الديتاي ديالها، ولا يمكن الا كان عنده وقت نديرو، وربحنا ابتدائي والثانوي في الجامعه، وربحنا الجامعه بانه خصو يخلص الرجاء. صافين حسبان مشى، ما بقاش رئيس، انا ما بقيتش انا رئيس. دابا افالو هذا الهضره تنقول لك ديك الساعه انا الرجاء ما عندناش مشكلات ولا لا، مشيت الى الناس ايزون مال جيري لو دوسي، نكون مسؤول عليه انا؟ راه لا كونتيون اللي كنمشي انا جا الناس اخرين، هاد الناس اخرين جلستهم مع هاد المحامي اللي كان في فرنسا وقلت لهم فوالا راه فورسونيمون تمشيو لا كونفرونتاسيون في الطاس تحضروا للمواجهه ودوا لي دوكيومون، لان لي دوكيومون اللي صيفطو صيفطهم بالعربيه والمرافعه تماك سواء اون انجلي سواء اون فرونسي. ولقيتو معاهم السيد قال لي يا با سوسي سي بون سي بون اون ان كونت افوكا سي لوتي كاسون اوكيبي. شفت حالاتي كاع الامور درتها، الناس صيفطوا لي بور لا ميدياسيون، عطاهم ان التيماتوم دو 14 جور، انا عطيك ليستوريك ونعطيك كاع لا كرونولوجيا ديال هذا المشروع، ما جاوبوهمش، ما كانش الجواب، الناس ما مشاوش داروا الكونفوكاسيون، اشنو تنبح حسان سعيد؟ تحت السماعه لقوا الحجاب، بينا انا قلت لك كنت لك رئيس الدفعات ديالي في الابتدائية وفي الستينة في الجامعة ربحنا، وربحنا أنه خصو يخلص لينا أبوندمون دو بوز، وربحنا بأنه سمعة الرجاء وشاعرة في ميديا وشاعرة في منابر إعلامية وكونترا ستيبول لان دي كلوز بأنه ما خصهاش تكون هذه الأمور، فهمتيني؟ الراجل ما عندهاش تونس ما عندهاش أمور، بزاف الأمور بقى شي إضرابات وبقى هذه تكيت لو تيريتوار سون اوتوريزاسيون دي كلوب كتمشي اون اوروب اون اسبان ما عندكش رخصه باش تمشي، فهمتي؟ يا بوكو الامور باش ندخلوا في الديتاي ديالو ما جي با اوبي بارلي دو تو سا، غير تنقول لك بان انا ربحت ميل ومشيت بحالاتي ما بقيتش رايد دات لا باسيون وجات الجنه موقتها من بعد جا مكتب، واش خصنا غيبقى دائما تابع الميل؟ تكون منفتح على جميع المكونات ديال نادي الرجاء الرياضي فيما يخص مكون الجماهير. واش ما عندكمش هذا المشروع الاستعجالي ديالكم؟ مع ان حيث انكم كتبحثوا على الموارد الماليه ما عندكمش فكره ديال تخفيض سومه المنخرط باش يكون بواحد الثمن اللي هو مناسب للجماهير الرجاويه، لان الجماهير دابا كتشكل قاعده كبيره ومستعده تساهم. النقطه الثانيه كنت تكلمتوا على فورماسيون على الاكاديميه وعلى جلب مدير رياضي كبير ومدير تقني، وحنا كنعرفوا ان في التاريخ ديال الرجاء كاع المدير التقنيين اللي كانوا كان ولاد الرجاء عندهم اسلوب ديال الرجاء. فانا كنسولك هنا موقع من موقع جمعيه قدماء اللاعبين اللي فيها اطر كبيره كجريندو مثلا برو كصلاح الدين باسل اللي عنده مدير رياضي شهاده من الجامعه وتكون فيها مده عامين كعبوب زكريا سعيد سقي ولا لائحه طويله. واش هاد الناس ما غيخدموش في هذا المشروع؟ لان اللي مشكله في الرجاء السنه الماضيه هو غياب داك لو ستيل الاسلوب ديال الرجاء الجماهير ديالها. وشكرا. غاديين رجاء مزيان اللي فكرتي، لان السؤال اللي قلت شي في الاول راني كنتو في البدايه قلت لكم البدايه ديال التخطيط عندنا في المشروع ديالنا، وغيكونوا هاد الجمهور غيكونوا تما غيسيروا معاك في اطار واحد لو مود دو جيستيون جديد ومعقل وقانوني، يعني غتكون واحد لو ديبا حتى السوما غنهضروش على السوما ديال سي دي جي شاهد، غيكون النقاش مع هاد الناس. وانا قلت لك السوما الصدف قبل ما نعرف هذاك البلاء عندنا حنا في البرنامج هاد المساله، بغينا نبدلو هاد المنظور. فيما يخص ولاد المدرسه انا معاك سي عبد الخالق، انا معاك الناس اللي عندهم لي بروبليم، انا ولاد المدرسه انا ضد الفكره ونقولها ماشي حيت المدرسه تجي تخدم في الدراجه الاعتبار تاع تخدم فيها، انا نعاونك سير دير ديبلوم وجي اقرا، لان غتكون لي واحد الجيل خاصك انت تكون قاري لهذاك الجيل، ماشي لعبتي راك انت مرحبا لعبتي خديتي فلوس ماشي مشكل، ماشي ضروري لانك كنت وانت راجع غتخدم في الراجع، هذا انا تنقولها ونقولها اوفيرتومون، الا بغيتي سير كون راسك وجيب ديبلومات، الناس يكون ديبلومات عندها في المنظومه ديالي بعد التفكير في هذا الناس، ولكن الاخرين اللي ما عندهمش يمشيو يقراو ونساعدوهم يقراو، باش لان هذا الجيل اللي جاي ما يمكنش واحد ما عندوش ديبلوم يقرا لي الجيل ويعلم لي الدراري ويعطيه لا دايرين بالراجا ويطلعوا ليا،
فهمتيني ما بقاش الهاويه بحال هكا. بغينا حنا الناس اللي عندهم لي ديبلوم ديال الار بي امور اخرى، لان ملي غتخلي هذا الجيل باش هنا ترجع لادين راجا وتكون هذيك المدرسه الراجا اللي كانت فريده من نوعها. العويصه جدا. انا بغيتك عارف تاكد ولا تنفي لي واحد المعلومه في العهد ديالك، لان انا هذه المعلومه خديتها من المحيط ديال فريق الرجاء البيضاوي. كان واحد اللاعب جا في العهد ديال السي بودريقه، واحد لاعب تونسي، وكان جات شي مراسله من لافيفا يعني الى تخلص الرجاء واحد القدر مالي ديال 135 مليون يعني في ظرف ديال 48 ساعه ينزل الفريق للدوزيام ديفيزيون. هذوك الناس قال لك السي سعيد حسبان كان في فرنسا وست تليفونات وما لقينا كيفاش نديرو، واتصلنا ببعض الناس القدام والخريطين هما اللي حلوا المشكل مع السي القجاع. واش فري؟ انا بغيتك تاكد ولا تنفي. لا اساس لها من الصحه. واتحدث نفسي قال لك الهضره لا اساس لها من الصحه. انا ما عمري يا استاذ غير باش نشرح لك، انا ما عمريت في التليفون ديالي باش نقول لك التليفون ديالي ما عمريت فيه. كانت عندي مسائل عائليه وعندي مسائل الاشغال ديالي برا، راه ما يمكنش لي انا نحبس المشاريع ديالي ونخلص الامور ديالي القوت اليومي ديالي ونبقى مقابل الرجاء. كنت اوبليجي ندير هكذا وهكذا، وثاني راه كان الناس خدامين، ماشي لان الرجاء ما بنيش على شخص واحد، راه هذا هو المشكل. راه بغينا نقول لك كما تقول بان الرجاء ما خصهاش تبني على شخص، خصها تبني على منظومه، على فريق، كلشي خدام. لان تكون واحد الهولمون ديال الاداره، وجود حسبان ماشي حسبان، الاداره خصها تكون اوتوماتيكمون خدامه وكلشي خدام. اما باش غنبني على شخص راه ولينا كنديرو لا جيسيون دو بليسري. والجماهير الرجويه عيات من بعض المصطلحات، بعض الكلمات، مثلا الازمه والتهديد من اجل الحياه ديال النادي هذا. هذا الشيء اللي تكلمتي عليه والتحليل كله تيبان على ان انت عارف واش واقع. اولا سيرتي من 2016 حتى 2018 طريقة باش مشيتي، واش شي حد اللي رغم عليك تمشي ولا بوحدك ولا لان ما دفعتي لا استقاله لا والو، شي حد تكلم براسك بعدا ما كاين حتى حاجه. الان واش عندك ضمانات؟ لان كيبان على ان شد الحبل مازال وصراعات مستمره، اما تكون باينه ولا خفيه، يعني كيبان على ان الرجاء ما غاتخرجش بالطريقه هذي. ما الا ما عندكش ضمانات من المنخرطين او من الحكماء او من الناس اللي يمكن يكون الان، واش عندك ضمانات؟ ثم هذا الامر اللي مطرح الان ديال الرجاء كيجي، حنا كننتظروا بكل صدق مع الاصدقاء كلهم، حنا اولا مواطنين مغاربه، المؤسسات كلهم، وخاص ننتبهوا على ان الجمعه العامه كل اللي غادي تجي خاص يحضر فيها واحد البعد، يحضر قطر ومواصلاته كرة القدم، ويحضر الترشح ديال المغرب 2030، وتحضر الجائزة اللي فاز بها جلالة الملك ديال التمييز. هادشي كله خصو يحضر. هاد الصراعات كلها هي اللي كتجعل الجماهير كتفكر تقول اودي هاد الناس علاش كيضاربوا شي حاجة. هادي جماهير ما بغات والو، راه الجماهير ديال الرجاء ولا الجماهير ديال الرياضة كلها بغات فريق ممتع، فريق ما كيشكيش. السي عزيز البدراوي الان اللي هو تيقول غادي يمشي في حالتي، كيسير تيقول اكثر من 60 شركه، اكثر من 60 شركه كيسير في المغرب وخارج المغرب، ولكن هو الان شركه الرجاء ما كاين. واش ما كاينش حل على مستوى الرجاء انكم تلقاو مثلا انكم نتوما عارفين المشاكل، تلقاو شي حل بيناتكم هاد المترشحين جوج ولا ثلاثه ولا اللي كان، وتلقى واحد الحل داخل البيت ديال الرجاء، واحد يكون رئيس ديال الشركه، واحد ديال الجمعيه وكذا، وتكونوا بيناتكم اولا تلقى
تكون شي اذا كانت ضمانات واش كاينه ضمانات بعدا ونتمنى لكم التوفيق. الحمد لله نشكرك على هذا المداخله ونشكرك على روسيا على الديناميزم اللي كاين في السبور دابا اللي ولا ولاد كاس العالم بعد تشرف المغرب للسيتو والرجاء كايماج لان هي قاطره في هذه هذا يحس بالنفس ان راه اسمح لي يا اخوان الله يبارك فيك يحس في النفس وانا لاحظت ساعتين وانا كنتكلم تفاديت ترجعت غوبوبيني ما هضرش على ازمه ما هضرش على ارقام ما تقولش ان الرجل كيخلع ثاني وكيدير يعني تفاديتها لان الحاله راه كاينه وانا بغيت نجيبو في ان كونستا يعني اون فوتوغرافي هي ديال لا سيتياسيون نعرفوها نديرو التشخيص ونمشيو قدام انا ما يمكنش نجي قلت لها راجي عندي ضمانات عندي امور وقلت لك في الاشكال بان في الفريق العملي عندي كاين فريق اللي مكبد على جلب اموال من القطاع الخاص والقطاع العام وجايبين حلول كاين الان في المخطط الاستعجالي هضرنا عليه ديال لاجيسيون ديموش عندنا حلول انيه ما جيتش كنسوقوا ما جيتش كنبيعوا الوهم جيتش نلقاو حل للرجاء لان الرجاء في هذا التورنو صعيبه بزاف وثاني خصنا نمشيو في لو ديناميزم ديال هذا كاس قطر وكاس العالم تندي كاس العالم البطوله الافريقيه الى غير ذلك والرجاء خصها تكون داخله في هذا لو ديناميزم في هذه الامور وتكون هي من الناس اللي كيجلوا وكيرفعوا الرايه ديال المغرب عاليا مالوريزمون هذه 10 سنين الاخيره بقينا كندوروا في واحد الدوامه اللي صعيبه لذلك قلت لنا انا خصنا نحضروا نديروا وقفه رجل واحد كل المكونات ديال فريق الرجاء في كل ابياف ديال واللي عليه الامور مرحبا غتقول انا يمكنني نساهم داخل المكتب ولا خارج المكتب راه ماشي ضروري نكون في هذا الكرسي ولا نكون كرسي ديال الرئاسه ثانيا انا ما عنديش هدف كما قال السي حسن باش نقسموا انا ما يمكن الا مشينا نقسموا بحال جايين داخلين تنقلبوا على راسي انا ما تنقلبش على منصب تخبى فيه ولا منصب نسير فيه ولا امور انا عندي الامور ديالي سي بلازي الحمد لله مع عائلتي الصغيره وعندي اصدقاء ديالي ما سميتوش جينا ننقدوا الرجاء انا ما جيش راه شحال راه من 2018 لدابا واش عمرك خصك تمشي شي جمع عام عمرك شفتيني كنطاحن ولا كنصوب شي مكتب ولا كندفع شي مكتب لشي رئيس ولا نقول للرئيس وندعم رئيس على رئيس ما عمرني درتها ولكن الان ملي حسيت بانه وصلنا لواحد المرحله اللي نورتو خطيره لتاريخ الرجاء راه كما قلت لك بان راه ارث مادي هذا فريق الرجاء راه ماشي راه اليونسكو تكلم على جمهور الرجاء وفريق الرجاء راه واحد الارث اللي تنقولها لان خايف عليه تنقول عن الصدق ماشي تنقولها من القلب ديالي ما عنديش فيه هدف ولا باغي ندير به اسم الحمد لله معروف ما بغيتش ناخذ به منصب ما باغي ندير به حاجه ما بغي ندير والو جاي من اجل الرجاء لو بليزير ديالي هي نشوف فرقتي غادي الامور مزيانه والامور غادي واحد الديناميزم كما كان النوع ديالو ما يمكنش السي حسن الكوابيتيو جوج اشخاص جوج افكار مختلفه راه ما يمكنش لنا يكون دو بيلوت في باخره هذيك الباخره ما غاديمارش ولا ما غاتوصلش البرلمان.